أهلا بكم في فيديو جديد. فيديو اليوم سوف نعرف سبب قفز الحيتان خارج الماء بين الحين والآخر، وكأنها تؤدي استعراضا في سيرك بالرغم من ضخامة وثقل وزنها. يقوم الحوت بتلك القفزات كعملية هضم بعد وجبة غذائية ثقيلة، أو ربما أن تكون عملية استعراض لعضلات الحوت الذكري أمام الأنثى مظهرا لها مدى قوته ومهارته، أو أن يكون القفز للمرح واللهو ذكورا وإناثا كبارا وصغارا. وأيضاً قامت مجموعة من العلماء بالبحث عن إجابة لهذا السؤال: ما سبب قفز الحيتان خارج الماء في وضع يكون فيه رأسها وأكثر من نصف جسمها في المقدمة، وبعد ذلك ترتطم بكل جسمها بسطح الماء؟ وكانت الإجابات كالتالي: العالم هوارد وين من جامعة رود إيلاند الأمريكية قال أنه حقيقة لا أحد يعلم حتى الآن ما سبب تلك القفزات البهلوانية، فربما تحاول بهذا التخلص من الطفيليات العالقة بأجسامها، وربما رد فعل لإثارة ما، وطرد حوت معاد يحاول الاقتراب من منطقتها. أما العالم بيتر تيات من معهد وودزهوب قال: ربما تتخلص بتلك القفزات من أجزاء كبيرة من جلودها، أو ربما يكون عرض عضلات منها لحماية منطقة التغذية الخاصة بها، ولكن الأكثر إقناعاً أنه قد يكون الأمر كله لمجرد المزاح واللهو واللعب. وأضاف العالم سيكوت بيكر من جامعة هاواي أن الحيتان شهدت تقفز 3 أنواع مختلفة من القفزات، وعلى ما يبدو فإن كل قفزة منها تشير إلى شيء ما، حيث أنه يمكن أن تكون إحدى هذه القفزات من أجل اللهو والمرح. فالقفز خارج الماء قد يكون جماعيا عند الحيتان، وقد يحدث أيضا لحوت واحد، وقد يظهر لنا أن تلك القفزات ما هي إلا عرضا مثيرا، ولكن في الحقيقة قد تكون بمثابة إشارة تحذير وتنبيه للحيتان في المناطق القريبة. وتشير خبيرة مختصة بالحيتان من جامعة كورتين أن هناك عدة نظريات تفسر هذا السلوك عند الحيتان، فقد تكون أيضا عروض استعراضية للذكور أو تحذير للتهديدات المحيطة مثل اقتراب الحيوانات المفترسة أو السفن. وأشارت إلى نظرية أخرى تفسر هذا السلوك أنه شكل من أشكال التواصل عبر المسافات الطويلة بين الحيتان، فالصوت الذي يصدر عند ضرب الحوت لسطح الماء قد يكون شديدا، والصوت ينتقل بسرعة في الماء أكثر من الهواء، وتلك وسيلة سريعة لنقل المعلومات التي تتعلق بالموقع والحجم. وفي الختام، إذا أعجبكم الفيديو اشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس حتى يصلكم كل جديد. شكرا للمشاهدة و
وإلى اللقاء في فيديو جديد.